السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كنتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير في أحسن الأحوال بإذن الله. إذا كنتم أول مرة كتشوفوا القناة، ما تنسوش دعمي باشتراك في القناة وتفعيل جرس ليصلكم الجديد فضلا وليس أمرا. في هذا الفيديو تم الإعلان عن مباراة ولوج معهد تكوين التقني المتخصصين في الأشغال العمومية، على كاينة شعبة اللي كاينة في وجدة فقط، وكاين شعبة أخرى كاينة بمراكش وجدة فاس وأكادير. على بالنسبة لهذه المباراة على غير التسجيل في 6 شتنبير إن شاء الله، وبالنسبة لآخر أجل التسجيل هو 13 شتنبير 2021. على بالنسبة لهذا الإعلان، إعلان عن إجراء مباراة ولوسيك التقنيين متخصص شعبة تدبير لوجيستيك والنقل بمعهد تكوين التقنيين المتخصصين في الأشغال العمومية بوجدة. على بالنسبة لهذه الشعبة كاينة فقط بوجدة. على تنظم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مباراة على شكل انتقاء حسب الاستحقاق. على هنا كاين فقط السيليكسيون ولوجيستيك التقني المتخصص شعبة تدبير اللوجيستيك والنقل بمعهد تكوين التقني المتخصصين في الأشغال العمومية بوجدة برأس السنة الدراسية 2021-2022. على بالنسبة لشروط الولوج، تفتح مباراة ولوجيستيك التقني المتخصص شعبة تدبير اللوجيستيك والنقل بمعهد تكوين التقنيين المتخصصين في الأشغال العمومية بوجدة في وجه المترشحين حاصل على شهادة البكالوريا لسنة 2019-2020 و2021. على بالنسبة للشعاب المطلوبة هو مسلك العلوم الرياضية ألف وباء، مسلك علوم تجريبية والعلوم الحياة والأرض، مسلك العلوم الاقتصادية وعلوم التدبير المحاسباتي، وكذا الحاصلين على شهادة البكالوريا المهنية مسلك اللوجيستيك ومسلك المحاسبة ومسلك التجارة على ألا يتجاوز سن 23 سنة. على بالنسبة للشعاب هما هادو اللي مطلوبين، وبالنسبة للسن ما يتعداش 23 سنة، وبالنسبة للبكالوريا اللي حاصلين ليها 2019 2020 و2021. وأيضا بالنسبة للمترشحين موظفين حاصلين على شهادات تقني اللي عنده تكنيسيا في تخصص اللوجيستيك والنقل والمتوفرين على 4 سنوات من الأقدمية في إطارهم. على بالنسبة للموظفين خص يكون عندهم الأقدمية 4 ديال السنوات في حدود 10%. هذا بالنسبه للشروط. على بالنسبه للكيفيه ديال الترشيح، يتعين على المترشحين الراغبين في ولوج معهد تكوين التقنيه المتخصصين في الاشغال العموميه بوجده شعبه تدبير لوجيستيك والنقل كما سبق. بالنسبه لهذه الشعبه كاينه فقط بوجده، حاصلين على شهادة البكالوريا، التسجيل عبر البوابة الإلكترونية. غادي نخليكم هذا الرابط، وبالنسبة للتسجيل غادي يبدأ من 6 وغادي ينتهي 13 شتنبر 2021 على الساعة 4:30 بعد الزوال. على مع تحميل بيان النقط المحصل عليها خلال السنة الثانية بكالوريا، وكذا تحميل بطاقة التعريف الوطني. يعني ملي غديروا التسجيل خصكم ديروا التحميل ديال بيان النقط غولفيد نوت ديال الثانية باك، وأيضا ديال كوبي ديال بطاقة التعريف الوطنية. ويعد الترشيح لاغيا إذا تضمنت استمارة الترشيح معلومات خاطئة أو لم يتم إرفاقها بالوثائق المطلوبة. كما يتعين على المترشحين وجوبا اختيار معهد واحد وشعبة واحدة. إذا بالنسبة للاستمارة خص تكون فيها معلومات صحيحة، وبالنسبة عندكم الحق عندكم تسجلوا في معهد واحد واختاروا شعبة واحدة. بالنسبة للموظفين حاصلين على شهادة تقني، يتعين عليهم بعث ترشيحاتهم عبر التسلسل الإداري. خص تكون ايضا عندهم موافقه، نسخه من قرار التعيين ونسخه من شهاده الدبلوم التقني. بالنسبه للاعلان عن نتائج وتسجيل المترشحين المقبولين، سيتم نشر اللائحه الرئيسيه ولوائح انتظار للمترشحين المقبولين لولوج معهد التكوين التقني المتخصص في الاشغال العموميه، وكذا الجدول الزمنيه للتسجيل على لوحه الاعلانات بمعهد التكوين التقني المتخصص في الاشغال العموميه بوجده وعلى الموقع الالكتروني لوزاره التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وايضا عبر البوابه ديال ESTP. على بالنسبه للوائح غادي يكونوا بالمعهد، وايضا غادي يكونوا باكيبمون.gov.ma وفي البوابه ديال ESTP. والمزيد معلومات يمكن لكم تتواصلوا عبر هذا الهاتف او ارسال بريد الكتروني. على هذه بالنسبه للشعبه الاولى ديال شعبه تدبير اللوجيستيك والنقل. بالنسبه للشعبه الثانيه هي ديال شعبه الهندسه المدنيه. بالنسبة لشعبة الهندسة المدنية كاينة بمراكش وجدة فاس وأكادير، يعني كاينة في 4 ديال المعاهد. تنظم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مباراة على شكل انتقاء حسب الاستحقاق. على حتى هاد الشعبة كاين انتقاء فقط، يعني كاين فقط السيليكسيون. يقولوا السيك التقني المتخصص شعبة الهندسة المدنية بمعهد تكوين التقنية المتخصصين في الأشغال العمومية كما سبق قلت كاينه بمراكش وجدة وفاس واكادير برسم السنه الدراسيه 2021 2022. بالنسبه لشروط الولوج لهذه المباراه بالنسبه لشعبات الهندسه المدنيه،
على كاين مترشحين حاصلين على شهادات البكالوريا 2019 و2020 و2021. على بالنسبه للشعبه، على كاين مسلكي العلوم الرياضيه الف وباء، مسلكي العلوم الفيزيائيه والعلوم الحياه والارض، والبكالوريا التقنيه، مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكيه والعلوم والتكنولوجيات الكهربائيه. وكذا الحاصلين على شهادات البكالوريا المهنيه، مسلك البناء والاشغال العموميه او راش البناء، رسم البناء، على اي تجاوز سن 23 سنه. يعني نفس الشيء بالنسبه لي الشعبة الأولى. وبالنسبة للمترشحين الموظفين، على خصهم أيضا متخرجين من معاهد التكوين التقني للأشغال العمومية، ويكونوا متوفرين على 4 سنوات من الأقدمية في إطارهم في حدود 10%. بالنسبة لكيفية الترشيح، أيضا خص المترشحين يديروا التسجيل الإلكتروني عبر هذه البوابة، يعني من 6 إلى 13 شتنبر 2021، أو يديروا أيضا تحميل ديال بيان النقط المحصل عليها في السنة الثانية بكالوريا، وأيضا تحميل ديال بطاقة التعريف الوطني، يعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. ويعد الترشيح لغيان إذا تضمن معلومات خاطئة. وأيضا عندكم الحق في الترشيح في معهد واحد واختيار شعبة واحدة. وبالنسبة للموظفين، عندهم الأجل أقصى 2/13 شتنبر، يكون على حساب الترشيح ديالهم، يكون على حساب التسلسل الإداري. وايضا خصهم الموافقه ديال الرؤساء ديالهم، وايضا نسخه من قرار تعيين في الاطار، ونسخه من شهاده الدبلوم التقني. وبالنسبه للاعلان على النتائج، على غادي يكون اما عبر هذه البوابه، وفي المعهد ايضا ديال معهد التكوين التقني المتخصصين في الاشغال العموميه، وفي البوابه ديال اي اس تي بي. والمزيد معلومات نعطيكم كل معهد كاين هاتف للتواصل. بالنسبة للأشغال العمومية، طريق بقنادر سيدي يحيى كاين في وجدة. بالنسبة لمراكش، على كاين هنايا العنوان وهنايا الهاتف. نفس الشيء بالنسبة لفاس، ونفس الشيء بالنسبة لأكادير، عندكم هنايا العنوان وهنا أيضا الهاتف لمزيد من المعلومات. على هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو. على بالنسبة للتسجيل، كما سبق قلت، غيبدأ من 16 شتنبر وينتهي 13 شتنبر 2021، اللي هو آخر أجل للتسجيل، على الساعة 4:30 بعد الظهر. أتمنى التوفيق لجميع المترشحين والمترشحات. وما تنساوش، إذا عجبكم الفيديو دعمي بإعجاب للفيديو، وإذا كنتم أول مرة تشوفوا القناة ما تنساوش أيضا دعمي باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.